يعني هذه الزيارة مهمة لي وكمسلم من المملكة المتحدة. زيارة العراق في هذا الوقت هي زيارة مهمة جدا. العراق مهد الحضارات، وفي العراق هنالك يعني مجموعات دينية مختلفة، أقليات، وهو يشابه ما موجود لدينا في المملكة المتحدة. بمعنى آخر، أنا يعني سافرت من وطني إلى وطني الآخر. كمسلم بريطاني من الضروري والمهم جدا لي أن نرى الاستقرار والسلام والتماسك في العراق، ومن خلال زيارتي ولقائي مع سعادة الفريق أطلعني على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الاستقرار والسلام والتماسك بين مكونات الشعب العراقي. يعني سمعت من سعادة الفريق فيما يخص الرسالة الواضحة والمهمة التي تعمل عليها القوات المسلحة العراقية، والتي في نفس الوقت القوات المسلحة البريطانية تعمل عليها العفو، وهي خدمة الشعب العراقي. يعني الرسالة التي سمعتها اليوم من سعادة الفريق فيما يخص تحقيق السلام، الاستقرار والتماسك بين مكونات الشعب العراقي، إن هذا الموضوع يتم تحقيقه من خلال توفير الأمن، وهذا ما سمعته اليوم من سعادة الفريق، وكنت فرحا بسمع هذه الرسالة.